بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي. تحدثنا كثيرا عن موضوع الهيدروكربونات المشبعة مفتوحة السلسلة، وبدأناها بالألكانات واتكلمنا كثير عن الألكانات وشفنا التركيب الكيميائي والرموز لعدد من الألكانات زي الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان حتى 10 ذرات كربون. طيب، من الألكانات دي ممكن نستخرج شق أو مجموعة، على الأصح مجموعة من الألكان تسمى مجموعة الألكيل. كلمة مجموعة يعني عدد من الذرات، مجموعة من الذرات مع بعض. وفي الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة وهي الألكانات هيكون كربون وهيدروجين فقط. يبقى إذن هيبقى عندي مجموعة من الكربون والهيدروجين، وألكان مقطع الأخير ألف نون. لكن لو جينا للألكيل هنلاقي آخر مقطع للكلمة يهلام. إذن علشان أحول ألكان إلى ألكيل بأحذف الألف نون وأضع يهلام. طيب، هل ده يقابله شيء في التركيب الكيميائي؟ قطعا، طالما أنت بتغير في الاسم لازم تغير في التركيب الكيميائي. وعلى العكس طبعا الكلام المفروض أقول طالما غيرت في التركيب الكيميائي لازم يتغير الاسم. إذا لو قلت عندي ألكان أيا كان، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، أي مركب ألكان آخره إيه يا شباب؟ المقطع الأخير إيه؟ ألف نون. الألكيل هيبقى آخرها إيه؟ يهلام. يبقى من ألكان حصلت على ألكيل. كيف حدث ذلك؟ مركب ده مين؟ طبعا برافو عليه، ميثان، في ذرة كربون واحدة وحواليها أربع روابط أحادية سيجما مرتبطين بذرات هيدروجين أربعة، واسمه ميثان CH4، اسمه إيه؟ ميثان. طب لو استخرجت ذرة هيدروجين، حذفت ذرة هيدروجين فقط بدون رابط، خدت الهيدروجين فقط شلت هيدروجين، يعطي هذا الشكل. طبعا هينقص ذرة هيدروجين يا جماعة، أنا عندي أربع ذرات هيدروجين شلت ذرة هيدروجين، بدل ما كان CH4 بقى CH كام؟ CH3. انا عملت ايه؟ شلت ذرة هيدروجين. طيب الناتج بقى، هل المركب اللي نتج يبقى هو اسمه ميثان ام يتغير؟ لازم يتغير. اي تغيير بسيط في التركيب الكيميائي يقابله تغيير في الاسم، لا تتردد في ذلك. يبقى اذا يا شباب لو خد كمان ذرة هيدروجين، سواء هذه أو هذه أو هذه، لو خد كمان ذرة هيدروجين يعطيني مجموعة تانية، بالذات في الميثان بيعطيني CH2. طبعا الرابطة موجودة، ما زالت الرابط موجودة اهي. هقول تاني، الميثان اهو أربع ذرات هيدروجين، خدت هيدروجين فقط تركت الرابطة، اهي. يبقى إذا لما أجي أكتب CH4 أكتب CH3 المقابلة لها جنبها ايه؟ الرابط. اوعى تنسى الرابطة، ما تكتبش CH3 فقط يبقى غلط، وما تقولش انا والله كاتبها صح. لا، CH3 بدون رابطة لا تعني. ما معنى CH3 بدون رابطة؟ مركب كيميائي؟ غلط، ما فيش مركب كيميائي CH3. يبقى اذا لو خدت كمان ذرتين هيدروجين، ذرة هيدروجين اخرى من الميثايل دي، المجموعة دي عفوا، انا ما قلت الاسم لكن زي بعضه، خدت كمان ذرة هيدروجين يبقى في رابطتين وفي CH2 في الاثنين في النص. تعالوا بقى نشوف بقى، دي اسمها ميثايل. طبعا الميثايل يعني تعريف للمجموعة الميثايل، ودي اسمها ميثيلين، يعني دي جديدة شوية، ما يعني مش عايزك تركز عليها قوي. الصيغة العامة للألكانات كانت طبعا احنا عرفناها، فاكرين CnH2n زائد 2؟ اوعى تنسى الصيغة العامة للألكانات CnH2n زائد 2. طب يبقى الصيغة العامة لمجموعة الميثايل ايه؟
يبقى CnH2n زائد واحد فقط، انا نقصت الهيدروجين. طب المجموعة الأخيرة دي بقت CnH2n بدون 2. طيب يا جماعة، إذا مجموعة الألكيل بتنقص ذرة هيدروجين عن الألكان، يبقى لازم الصيغة الجزيئية تتغير، بدل ما كانت CnH2n بلس 2 بقى CnH2n بلس 1. تعالوا نأكد كمان، يبقى دي الصيغة العامة، ونأكد كمان مرة تانية اسمه ميثان. طب المجموعة ده طبعا ميثان دي عدد ذرات الكربون، كلمة ميث عدد ذرات الكربون. طب وآن ده بينتمي للألكان، آن يعني يقصد انه ينتمي للألكان. طيب الميثايل ميث عدد ذرات الكربون، والميث ايضا عدد ذرات الكربون في الميثيلين. طب والإي والآيل ينتمي للمجموعة. عظيم يا شباب، تعالوا نشوف مركب آخر. المركب ده اسمه ايه؟ إيثان. يا جماعة احنا قلنا بدل ما عد اتعلم العد، ميث واحد اتنين تلاتة اربعة، اقول ميث إيث بروب بيوت بنت وهكذا، يبقى المركب ده اسمه إيثان. تعالوا بقى نشوف الصيغة المختصرة CH3CH3 والصيغة الجزيئية C2H6. طيب هشيل ذرة هيدروجين، C2H كام بقى عليه؟ CH3CH2 صح كده؟ اوعى تكتبها بدون رابطة. هل في مركب كيميائي اسمه CH3CH2؟ لا. يبقى C2H5 وجنبها رابطة، دي الصيغة الصيغة الجزيئية، ودي صيغة جزيئية، أما دي الصيغة البنائية المختصرة، وهذه صيغة بنائية التخطيطية أو الهيكلية. اتفقنا إزاي بحصل على مجموعة الألكين من الألكان؟ لأن الكلام ده هنشوفه كتير في المنهج. يبقى دي إيثايل، ودي الصيغة العامة، الصيغة العامة للألكانات CnH2n زائد 2، هنا CnH2n زائد 1، وأنا بكررها عشان مرة مرة واثنين وثلاثة عشان ما ننساهاش. يبقى ده إيثان. الإيث دي تبع ذرات، تبع إيه؟ عدد ذرات الكربون. والإيث اللي هنا تبع مين؟ تبع عدد ذرات الكربون. والألف نون تنتمي إلى مين؟ إلى الألكان. يبقى إذا الإيث في الاثنين في الإيثان والإيثايل ينتمي إلى عدد ذرات الكربون، واليل ينتمي إلى المجموعة، والآن ينتمي إلى الألكان. يبقى دي مجموعة مين؟ الإيثايل. نكمل مجموعة بروبايل. سهلة ولا إيه؟ سهلة والله خالص ما شاء الله. يبقى إذا عشان أخذ ذرة ممكن أخذ أي ذرة هيدروجين؟ خد بالك بقى، هنا في الحقيقة المركبات العضوية دي يعني بتديك تفكير جميل قوي. احنا عندنا يا شباب ثلاث ذرات كربون، لو نظرت لذرة الكربون اللي على اليمين اللي احنا بنشاور عليها دي، في عليها ثلاث ذرات هيدروجين، ولو نظرت لكربونة اللي على الأقصى اليسار عليها ثلاث ذرات هيدروجين، واللي في النص عليها ذرتين هيدروجين فقط. المجموعة دي بنسميها ميثايل، طبعا احنا عارفين لسه بنقول دلوقتي ميثايل جروب او مجموعة الميثايل، ودي ميثايل او كربونه على ثلاث ذرات هيدروجين، هنا كربونه ثلاث عليها ثلاث ذرات هيدروجين. في اختلاف بينهم؟ لا مفيش. طب في اختلاف بينهم وبين الكربونه اللي في النص؟ ليه؟ لان الكربونه اللي على الطرف اليمين دي عليها ثلاث ذرات هيدروجين ومرتبطه بكربونه كمان، واللي على اليسار مرتبطه بثلاث ذرات هيدروجين ومرتبطه بكربون اخرى. طب اللي في النص؟ اللي في النص عليها ذرتين هيدروجين ومرتبطه بذرتي كربون. هنا الاختلاف الكبير، يعني لو انا شلت ذره هيدروجين من هنا او من هنا او من هنا او من الميثايل المجموعه الاخيره اللي على الطرف الاخر، واحد ست ذرات هيدروجين متشابهين، لكن لو خدت اللي من النص تختلف. خلينا في الاطراف، يبقى انا ايه؟ هذه الصيغه الايه؟ المختصره C3H8 الصيغه الجزيئيه، هشيل ذره هيدروجين من احد ذرات الهيدروجين، فبقت اسمها ايه بقى دلوقتي يا ام اسماعيل؟ بروب. بروب ايه؟ هنضيف ايه بقى؟ يل.
ودي الصيغة البنائية المختصرة لمجموعة البروب يل سي 3 اتش 7 الصيغة الجزيئية، ودي مجموعة البروبايل. وبرضو بكتب تاني الصيغة العامة عشان نؤكد مرة تانية ان دائما مجموعة الالكيل تنقل ذرة هيدروجين عن الالكان المقابل بروب ان. طب ودي اسمها بروب يل، طبعا مش اسمها بروب يل، اسمها بروبايل، بروب واخرها يهلام لان نتيجة لخروج ذرة هيدروجين. انهي ذرة هيدروجين خدتها بقى؟ اللي من الطرف، من الطرف اليمين او من الطرف اليسار. لكن لو خدتها من اللي في النص تختلف خالص. خلينا في الطرف، يبقى ان تنتمي الى الالكان، بروب في الاثنين في البروبان والبروبايل تنتمي الى عدد ذرات الكربون، يل ينتمي لايه يا شباب؟ ينتمي الى المجموعه. يبقى المجموعه اللي بتتجمعها دي اسمها ايه؟ مجموعه البروبايل. نشوف تاني. ده كنت تكرار طبعا، بعلمنا كتير تكرار شو علم الشطار. احنا عندنا هنا كم ذرة كربون؟ 4. لسه كنا بنقول في البروبان عندي 3 ذرات كربون والمجموعات الطرفية متشابهة، الثلاثة الهيدروجين اللي في الطرف اللي على الشمال والثلاثة هيدروجينات اللي في الطرف على اليمين متشابهين تمام، والكربونتين اللي في النص شبه بعض. فاحنا هنتفق ان احنا ناخد ذره الهيدروجين اللي في الطرف. اهي خدناها اهي. يبقى دي الصيغه التخطيطيه للبيوتان، ودي الصيغه التخطيطيه لمجموعه الايه بقى؟ سيد يل بيوتايل. دي الصيغه البنائيه المختصره للبيوتان، ودي الصيغه البنائيه المختصره ل بيوتيل بيوتايل. سي 4 اتش 10 هنا هتبقى سي 4 اتش 9، وفين الرابطه؟ اوعى تنساها. يبقى البيوتان تمام، وعندنا بيوتيل يبقى ينتمي الى الالكان، الالف نوت تنتمي الى الالكان، والبيوت ينتمي عدد ذرات الكربون، لان عدد ذرات الكربون بيوت يبقى ايه؟ بيوت 4 يعني. واليل تنتمي لمين يا شباب؟ للمجموعه. يبقى دي مجموعة البيتال، عشان كده سميتها عادية. يعني ايه؟ يعني انت خدتها من ذرة الهيدروجين الطرفية، اللي ما تنساهاش ابدا. ودي الصيغة العامة تاني كتبناها علشان برضو نكررها ونتعلمها. يبقى دي مجموعة اسمها مجموعة البيوتايل. تاخد بقى ملخص سريع للي فات. الالكان هناخد منه مين يا اسماعيل؟ ذرة هيدروجين يعطي ايه؟ تمام. ان لما خدت هيدروجين بقت يل، نعرف نعمل الحكايه دي. الالكان لما اخد منه هيدروجين يبقى يل. عظيم. تاخد مثال ميثان سي اتش 4، اخد منه هيدروجين يعطي ميثايل سي اتش 3 ورابطه. ايثان سي 2 اتش 6 اخد منه هيدروجين بقى سي 2 اتش 5 واسمه ايثايل. بروبان خدت منه ذره هيدروجين طرفيه، طبعا في الايثان والميثان ما تفرقش كتير. في البروبايل سي 3 اتش سي 3 اتش 7 رابطه، في البيوتان سي 4 اتش 10 هيبقى سي 4 اتش كام يا محمد؟ 9. يبقى سي 4 اتش 9 رابطه بقت اسمها بيوتايل. امثله بقى على مجموعات الالكيل. تعالى خلي بالك بقى في المجموعات دي، لازم تاخد بالك كويس في الامثله. الصيغه العامه للميثايل ناقصه واحد، ناقصه ذره هيدروجين، يبقى سي ان اتش 2 ان بلس 1 بقى سي اتش 3 الميثايل. جنبها مين؟ رابطه. اوعى تنسى دي الميثايل. عظيم. اللي هي اليل يعني. طيب بعدين احط كلور. ما هي المجموعه دي ما تنفعش تمشي لوحدها، ما ينفعش تبقى منفرده. هل انت قابلت مره كده مجموعه ميثايل او ايثايل؟ لكن ممكن تقابل مركب في مجموعه ميثايل ومعاه ذره ثانيه، لكن ما تقابلش مجموعه ميثايل ابدا ولا مجموعه الكين لوحدها كده، تمشي مستحيل. فعلشان كده بديك امثله على مجموعات الالكايل مع ذرات او مركبات اخرى. فقال لك انا هديك مثال مع الكلور.
هحط لك كلور جنب الايه، جنب الميثايل، هحط كلور هناك. هل المركب يبقى له اسم؟ طبعا لازم يكون له اسم. مش كان الميثان قبل ما ناخد منه ذره الهيدروجين كان اسمه ميثان، وخدت منه ذره الهيدروجين اصبح مجموعه ميثايل؟ انا لو انا قلت ميثايل بس لازم اقول مجموعه، ما فيش مركب اسمه ميثايل، مفيش مركب اسمه ايثايل، في مجموعه ايثايل، في مجموعه ميثايل، في مجموعه بروبايل. لكن لما اقول ميثايل لازم اتبعه بكلمه اخرى وهي اسم لتكمله المركب. مين هي تكمله المركب؟ ذره الكلور. تعالوا كيف نسميها، دي مهمه، دي كلور. خلي بالك بقى الكلور دي اما بتدخل في التركيب مع الالكان لها اسمين، يا اما اسميها كلوريد يا اما اسميها كلورو، ودي هنقولها في التفرعات في الالكانات لما نيجي نسمي التفرعات في الالكانات. لما يكون عندك كلور ضيف واو، ما يكون عندك بروم ضيف واو، ما يكون عندك يود ضيف واو. دي في التسمية النظامية. تسمية تانية هنقولها تانية طبعا، هنقولها ان شاء الله في التسمية، اسمها تسمية نظام الايوباك. لكن في التسمية العامة اسمها كلوريد. يبقى اذا الكلور هيبقى لها اسمين، والبروم لها اسمين، واليود وهكذا. فالكلوريد تسمية عامة، كلورو تسمية نظامية اللي احنا هنشوفها ان شاء الله في المنهج واحنا ماشيين. يبقى اذا المركب ده اسمه كلوريد الميثايل. خلي بالك كلوريد الميثايل، شوف الكلوريد في الاول وبعدين الميثايل. طب ايه بقى الكلور، موضوع الكلور ده هقول لك بقى، مش هقولها دلوقتي الا لما نشوف الميثيلين. الميثيلين طبعا تنقص ذره هيدروجين عن الميثايل، وتنقص ذرتين هيدروجين عن الميثان اللي هي CH2. طبعا ده مثال حقيقه يعني مش هنقابله كتير، لكن برضو علشان تبقى فاهمه. هحط بقى ياخد كام ذره كلور بقى، واحده ولا اتنين؟ الهيدروجين ياخد اتنين، مش عنده رابطتين يا شباب، هياخد اتنين. ودي الميثيلين صح، اسمها ميثيلين، دي مجموعه حسبناها ميثيلين. طب لو حطيت جنبها كلوريد تبقى كلوريد الايه؟ طب لو قلت كلورو يبقى كلورو ميثان، نسبت الكلورو للميثان لانه مشتق من الميثان، وهنا يبقى ايه؟ ثنائي كلورو ميثان لانه اتنين كلور. هذا مثال عشان احنا يعني التسمية دي هنشوفها ان شاء الله، مش يعني هنكررها تاني، بس دي امثلة للمجموعة عشان اقول لك ان المجموعة ما تمشيش منفردة، لازم يكون معاها ذرات اخرى علشان تكون مركب. الايثايل، طب ما ممكن اقول كلوريد ايثايل صح، وممكن اقول كلوريد بروميد ايثايل اهو، ده مش ده الايثايل، دي مش مجموعة الايثايل، دي طبعا الصيغة البنائية المختصرة، ودي الصيغة الجزيئية. ممكن اكتب C2H5Br، بكتبها بصيغة بنائية المختصرة CH3CH2 رابطة Br، يبقى بروميد الايثايل زي ما قلنا كلوريد ميثايل، يعني ينفع برضه كلوريد الايثايل اي في يوديد ايثايل. طب ودي تمام بروبايل، وبرضه الصيغة البنائية المختصرة لمجموعة البروبايل. هنسميه ايه بقى، بروميد ولا يوديد؟ يوديد، يوديد البروبايل. في C4H9 اللي هي مين بقى؟ البيوتايل، ودي ايه؟ الصيغة البنائية لمجموعة البيوتايل. هو في عدد ناس الرابطة دي، حطينا كلور بقت اسمها ايه بقى؟ كلوريد البيوتايل. طب لو سميناها تبع كلورو بقى نقول يا شباب، اختبار كده سريع، لو سمينا بروميد الايثايل دي تبع الكلورو اقول كلورو ايثان. طب لو اليود اسميها بالبروبان، برومو ايثان. بس طبعا برومو دي هتبقى مختلفه شويه لان البروم على الكربون رقم واحد، ودي هنشوفها في تسميه الايوباك ان شاء الله. تدريبات بقى، اكتب الصيغه البنائيه لمجموعتي الكيل لكل من البروبان والبيوتان. انا قصدت اجيب الحته دي عشان اقول لك حاجتين، ده مين ده؟ البروبان. وخلي بالك انا قلت لك السي اتش 3 اللي في الطرف على اليمين والسي اتش 3 اللي في الطرف على اليمين على اليسار الاثنين زي بعض،
لكن السي اتش 2 اللي في النص تختلف. فاذا خد ذره هيدروجين من اللي في الطرف المجموعه تختلف عما لو خدت ذره هيدروجين من اللي في المنتصف. بص هنشوف الدايره دي بتقول لي خد ذره هيدروجين دي، يبقى يعطيني البروبايل العاديه. لو خدت اللي في النص تدي مجموعه ثانيه خالص. تخلينا في البروبايل العادي، خلينا في البروبايل العادي. بس اقول لك بفكرك ان في مجموعتين ممكن يخرجوا من البروبايل. هنا سي اتش 3 شفت الرابطه فين؟ مش طرفيه. الرابطه في هذه المجموعه في النص. كذلك في البيوتايل او البيوتان، يعني البيوتان في سي اتش 2 دي زي دي بالظبط، وسي اتش 3 زي سي اتش 3. فيبقى عنده ذرتين هيدروجين مختلفين. دي طرفية ودي وسطية تختلف. يعني الحقيقة أنا تعمدت إن أنا أجيبها، طبعا هي مش عندك ومش عليك، لكن أنا جبتها عشان أعرفك إن في فرق بين ذرة هيدروجين الطرفية وذرة هيدروجين الوسطية. أكتب الصيغة البنائية لكل من بروميد الميثايل، طبعا احنا عرفنا بروميد ميثايل، يبقى أكتب مجموعة الميثايل وجنبها البروم. طب كلوريد الايثايل، اكتب ايثايل وجنبها كلور، بس ايثايل جنبها الرابطه. والبروميد الميثيلين، تعالوا بقى نشوف كده، هذا الميثايل اضع جنبها مين بقى؟ بروميد، وده ميثايل اضع هذا جنبها البروم، يبقى ده بروميد الميثايل. ده ايه؟ ايثايل اضع جنبها مين؟ كلور، تبقى كلوريد الايثايل. الميثيلين شكلها ايه يا شباب؟ اهي اضع جنبها ايه؟ ذرتين بروم، واحده يمين وواحده يسار، يبقى اسمه بروميد الميثيلين. اكتب الصيغه المختصره لكل من يوديد البيوتين، صيغه مختصره يعني بدل ما اكتب صيغه كبيره يعني. وبروميد البروبيل ويوديد الايثايل، هذا يا عم ده مين دي؟ دي ايه دي؟ دي بيوتين يا شباب، اهي دي مجموعه البيوتين، يوديد البيوتايل، لان دي مجموعه البيوتايل. طيب البروبايل سي 3 اتش 8 جنبها رابطه، بروميد اضع جنبها بروم، تبقى بروميد البروبايل. ايثايل شكلها ايه؟ هذا الايثايل، صح؟ اضع جنبها اليود، تبقى يوديد الايثايل. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.